يقول: المرأة الحائض كيف لها أن تدرك ليلة القدر؟ فضل الله عز وجل واسع. أولا إن كان نيتها، والله أعلم بما في نفسها، أنها لو كانت طاهرا لقامت ليلة القدر، فإن الله جل وعلا يبلغها أجر قيام ليلة القدر بنيتها، ونيتها خير من عملها. وفضل الله سبحانه لا حد له. الأمر الثاني، عليها أن تأتي بالعبادات التي لا يشترط لها الطهارة، وهذا ولله الحمد متيسر. تكثر من ذكر الله عز وجل، ومن تلاوة القرآن، ومن التدبر والتأمل في كتاب الله، وتتوب توبة نصوحة، تكثر من الاستغفار، إلى غير ذلك من العبادات التي لا يشترط لها أن تكون طاهرا من الحيض. وإذا فعلت هذا فإنه تدرك بفضل الله سبحانه أجر ليلة القدر.